السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو كتقول بالنسبة للتعدد؟ التعدد بالنسبة للرجل ولا للمرأة؟ بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل أشرع أشرع عطاء ربعة. ياك عطاء ربعة أربعة إذا بغيت تزوج ربعة، ولكن خص تكون توافق، تكون توافق بين المرأة والرجل. ماشي زعما شي واحدة يتطلع فيها واحدة لا. أنت دير التعدد؟ لا أنا ما نديرش التعدد. علاش؟ أنا ما قدرش عليها. ماقدرش على الشروط ديال الربعه، فهمتي؟ يعني مسؤوليه ديال الربعه، مسؤوليه خاصك تدا. دابا لا ما مزوج، لا وين تزوج ان شاء الله. الله يجيب لك شي بنت. اللهم امين. تعدد الزوجات نقول لك الموافقه ديال زعما تعطيني الموافقه ديالها، الا ما عطاتنيش نمشي نتزوج بواحده اخرى. لا علاش لا؟ إذا كان عندي فلوس. إذا كان عندي فلوس نتزوج. شنو يكون الرأي للمرأة ديالك؟ والله لا ما تفاهمناش. أنا ما تفاهمتش أنا وياها. نكونوا في الأول نتفاهم أنا وياها. والطلاق. أيه إذا كان أنا بخير وعايشني بخير علاش لا؟ ما تغيريش زعما؟ لا ماشي مشكل، نكون عايشة بخير. ما كتغيريش؟ لا. مزوجة؟ لا مازال. وراه خصك حتى تتزوجي عاد باش تعرفي. لا واخا انا ما مزوجاش الا انني عندي واحد الفكره مسبقه، نقدر انا نبغي نكون زوجه ثانيه ونخضر كاع، لكن كنت مزوجه نبغي الزوجه تجي عليا غير نكون عايشه مزيان، هذا هو الشرط، يكون زوجي اللي يحترمني ونكون عايشه مزيان، يعني ماشي ما عايشاش مزيان و ويجيب عليا الزوجه الثانيه انا واش شي حاله واش فهمتي. بصراحه ما عنديش راي محدد على حسب الوضع ديال الزوج، انا ماشي ما نقدرش نحكم على حسب الظروف، يعني الا كان شي حاجه كتحتم عليه انه هو مثلا ان المراه عاقره ولا شي حاجه، ولكن انه بدون سبب انه يتزوجك بدون سبب ما قبلت. لا قبل ما نعطي الموقف ديالي كما قلت لك انا مع تعدد الزوجات، ولكن ماشي في هذا العصر. هذا العصر هي كلشي غالي، ما بقاش زعما الانسان قادر على مره وحده حساك ولادها عاد غير يزيد المره الثانيه والمره. يعني انا نقبل الا كان الراجل متوفر وعنده امكانيات انه يدير تعدد الزوجات، ولكن لما كانش عنده يلا غيقدر على وحده ما يمكنش. واخا نقول لك بحال هكا يفو غنتزوج ما غنبغيش نتزوج وحده اخرى. انت ما تقبليش؟ لا حيت ما كايناش المراه، شي راه ما كايناش المراه اللي تبغي تشوف حاجه عند وحده اخرى. الدريات كثار، الدريات خاص المراه 50 دريه خاصها فهاد القيصه عمرها 20 كيف راه غيبقى وقع عينك وخيال ديال البرارات غيولي يبان لهم راجل. والله ما قرات 50. هو بخير الا قد على وحده هو راه غير بخير. لا ما نبغيش، ما نبغيش راجل يتزوج بجوج. شرعت ربع ولكن هي الا كان سايبيه انا خويا معاه يدير ربعه حتى 10 يقد عليا وسالا ماشي هنا ودوي معاه كتحشم. المهم اها الا عنده الماديه يدير حتى 10. كتغيري زعما؟ لا هانية هانية ماشي مشكل. هانية شوف خويا، شوف هاد الوقت هادي إلا كان عندك الإمكانية تقدر الربعة فهمتيني، ماشي خلا بغيتي دير الربعة خصك تكون قاد عليها، ماشي دير الربعة تجلسهم في الدار وتبقى تفرج فيهم. لا كان الفلوس ندير مش أربعة. بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للتعدد للزوجات المدام اللي بغيت تزوج الحق عطانا أربعة، ولكن خاص الموافقه ديال المراه، اذا ما كانش الموافقه ديال المراه ما يمكنش ليه يتزوج. ولكن كاين بعض شي مقدمين الله يهديهم تيديروا التزويج ديال شهاده العجوبه وتتزوج المراه الثانيه، تشوف كي تحمل المسؤوليه المقدم تولي غادي فيها السجن، ولا كانت في الاستطاعه ديالك كنت موظف وفي الاستطاعه ديالتك وعندك واحد الصالير محترم يمكن لك تزوج بربعه ماشي مشكل، السر عطاك اربعه. هذا هو القانون تعرفوا حنا، اما باش تفل على بنت الناس وتقول تزوج بك وتوعدها بالزواج، تنبغيك ما تنبغيك تنبغيك حيده حيده تنبغيك، تنبغيك دير معايا العقد او هي تنبغيك انا، وبالنسبه ما كاين العقد لا والو ما كاين لا نبغيك لا تبغيني، ماشي يجي عندي باب هذيك كانت الشطاعه ديالتي، هذيك كانت عندي واحد شاريه محترمه وعندي فين السكنه قبل كل يجي حتى الثانيه والثالثه ماشي مشكل، وبالنسبه ليا ما عندي ماشي في الشطاعه ديالتي ما تنداش ما تكرفش عليها.
ما نجوش بها. بالنسبه لشي موضوع شي مرمجه بالنسبه كاين واحد الموضوع بالنسبه للجريده ديال ديك الاسبوع، قريت في واحد الجريده كاين واحد المراه مزوجه بجوج رجاله وتشكي تحمل المسؤوليه مقدم ويصير باش تديت العجوبه واللي مشى للحبس وتاهي مشات للحبس ورجاله بجوج ما مشاوش للحبس حيت اللي تحمل المسؤوليه هو المقدم واللي صايبها ليه تتم الزوار